بدوقك بكلينيك اليوم معنا دكتور مريم مرعب. اهلا وسهلا فيك. حضرتك اختصاصيه بالغدد الصماء والسكري. صحيح. وموضوعنا طبعا رح يكون السكري بما انه بهالشهر يعني عم يكون توعيه حول السكري. 14 شهر اليوم العالمي للسكري. بالضبط 14 شهر الثاني هو اليوم العالمي للسكري مثل ما اعلنته المنظمه العالميه للمنظمه للصحه العالميه WHO. نحن كل سنه ب 14 تشرين الثاني من دونك نحيي بنقولوا هيدا نهار، وبس بنعتبر كل شهر تشرين للتوعيه. حتى التوعيه كمان ما بتنحصر كمان بس بتشرين الثاني، هي توعيه على الايام والاسابيع والاشهر كلها مع مرضانا. احنا بنعرف انه بلبنان النسبه مش ضئيله، يعني مش قليله من مرضى السكري من النوعين. نعم هلا بالضبط مثل ما قلت نحن السكري عندنا النوع الاول نوع الثاني. النوع الاول تقريبا هو نسبته محدده، عم بتزيد شوي مع الوقت، بس تقريبا الاحصاءات بتدل انه تقريبا عندنا شيء 1100 مريض بالنوع الاول من السكري. بينما النوع الثاني للاسف ما عندنا احصاءات دقيقه. المنظمه الاي دي اف الانترناشونال دايابيتس فيدريشن يعني حددت باعلاناتها الجديد بالاطلس انه تقريبا 20% من الشعب اللبناني عنده سكري، بس للاسف هيدا الرقم نحن بنعتقد انه منه دقيق كليا، ويحين نشتغل على الموضوع وحط خطه لتعداد المرضى يلي عندهم سكري بلبنان. اكيد رح نحكي عن التوعيه لمرضى السكري كيف لازم يتعاملوا مع حياتهم اليوميه ومع علاجاتهم يلي فيها تكون، يعني اذا علاجات صحيحه صرنا بنعرف انه اذا العلاجات صحيحه ممكن ان توفر عليهم كثير اشياء ويكون حياتهم طبيعيه، ولكن بالزبط. كمان ضمن التوعيه مهم نعرف انه هالمرض هو مرض خلقي، مرض جيني، او مرض بيتاتى مع العمر، او كيف بتجي تصنيفه للسكري بتنطلق من الاسباب اللي بتؤدي لمرض السكر. نحن كلنا نعرف انه النوع الاول من السكري بيجي بسبب عطل جيني، وبالتالي بيجي عند الريلاتيف ما الصغار بالعمر بيعوزوا انسولين حتى يقدروا، يعني مش ضروري على الولاده على كل حال، حتى بهال ما بيقدروا يبين على الولاده، ما بدها على الولاده، بس في عامل كثير جيني، تركيبه جينيه، استعداد جيني بخلي الشخص يصير في عنده سكري، عكس النوع الثاني اللي بيجي عند الاكبر عند الادلت يعني على الراشدين بيتأدى من نقص نسبه بماده الانسولين. علاجه كمان بيعتمد مثل النوع الاول على نظام غذائي صحي، على برنامج رياضي كمان بطريقه دوريه، وعلى علاجات بتختلف بين النوع الاول والنوع الثاني. النوع الاول بعوزوا انسولين حتى يتعالجوا، والنوع الثاني بعوزوا يمكن يسيطروا على السكري بواسطه مجرد بس رجيم اكل، اكزرسيس، حبوب، او نوع او نظامات متطوره من العلاجات بتعتمد على ابر الانسولين يوميا. اي سكري يبين بعمر كبير؟ يعني هو عادة السكر اللي بين بعمر كبير هو نوع الثاني، بيصنف نوع الثاني تصنيفه عمر كبير، يعني راشدين مش ضروري يكون يعني مسنين. نو لا يعني فوق عمر ال 21 او عمر ال 18. هيدا اسبابه في جزء منه كثير وراثي، يعني مش بيجي في عامل وراثي كثير مهم بيأدي انه اشخاص عده بالعيال بصير في عندهم سكري، في عامل كثير مؤثر هو عامل اجتماعي وعامل البيئه. بنحكي اجتماعي وبيئه، اكثر شيء بيئه خاصه بالنظام الغذائي، اذا كان نظام غذائي غير صحي بيأدي لزياده بالوزن، هيدا اذا حكينا كميه، واذا حكينا كمان نوعيه نظام غذائي مشبع بالدهون والمواد اللي بتضر الجسم. فاذا زياده الوزن هي رح تسبب السكري؟ نعم هي من العوامل الرئيسيه اللي بتؤدي للنوع الثاني للسكري عند الاشخاص اللي عمرهم فوق ال 18 سنه. حمله التوعيه على شو مركزه؟ هلا حملتنا التوعيه السنه مركزه على المريض بحد ذاته، المريض يعني تسقيف المريض، هدفنا نحن انه نعلم المرضى نسقفهم، نخبرهم أكثر عن هالمرض السكري، نطمنهم إنه حتى لو صرنا مرضى مصابين بالسكر، هيدا الشيء منه ما بيؤدي لنتائج كثير سيئة محتمة، فينا نشتغل على تخفيف مستوى السكر، تفادي المضاعفات وبالتالي تأثير على نوعية الحياة وعلى الإنتاجية بالمستقبل. نحن مسميين اللوجو السنة والـ WHO حطتها تحت عنوان empowerment، يعني
تعليم المريض، وبالنهاية كلفناه لمريضنا أنه هو يتحكم بمرضه، يعرف أكثر عن دايت كيف بده يتبعها، ينفذها لهالدايت، يعمل اكزرسيس ويعرف شو يفادة الاكزرسايز، حيلا اكزرسايز أو نشاط رياضي. إذا من الأول المريض مسيطر على مرضه ما بيعود اسمه مرض، يعني بصير بس عم يتعايش معه ومسيطر عليه، ما رح يأثر على حياته اليومية. طبعا ما بتأثر على نوعية حياته ولا على انتاجيته ولا عدد السنين اللي بده يعيشها، ولا يمكن على طريقة المرافق. يعني تقسيم نهاره أو حياته، ولكن يعني إذا بيتعود على كيف يكمل نهاره بأي طريقة ما رح يتأثر. صح، يعني ما بتأثر، بخفف بالعكس نسبة الإصابة بالمضاعفات اللي هي بتصير حتمية إذا ما في كنترول على السكر، وبتصير كتير بنسبة أقل بس نحن نسيطر على مستوى السكر بطريقة يومية مع متابعة يومية للعلاج. في كمان مرضى السكري اللي صار عندهم مضاعفات، مضاعفات يمكن بتبلش صغيرة وبعدين بتكبر. بالضبط. إذا بلشنا بالمضاعفات صغيرة وكيفية كمان العناية فيها. هدف من السكر هو الحد من المضاعفات، بس يصير في عنا مضاعفات بتجي مع الوقت، هدفنا كمان انه نحد من تطورها ما تصير أسوأ، وبعض منا بنقدر نحن نرجع نصححها يعني على ليميت. نحن عم نحكي عن مضاعفات شبكه العيون. نحن كثير من بهمنا عند المريض ومنركز معه، ضبط السكر كثير مرتبط بمشاكل العيون. بس يضبطوا السكري بيبعدوا عنهم نزيف العينين وتأثير على شبكة العين، اللي بيؤدي لعلاجات متطورة من الليزر أو لفقدان النظر للأسف في بعض الحالات. عم نحكي كمان عن مضاعفات على كل شرايين الجسم، من شرايين الرقبة اللي بتؤدي لجلطة دماغية، شرايين القلب اللي هي أكثر سبب بيؤدي لوفاة مرضى السكر هي مشاكل القلب، للأسف بيموتوا بهالطريقة. فنحن بنشتغل معه انه يضبطوا نسبه السكر، يشتغلوا على الضغط والكوليسترول اللي بيجوا مع السكري، تخف نسبه اصابتهم بمشاكل القلب، يعني تصلب شرايين، يعوزوا انه يعملوا يحطوا بالون رسول، يعملوا قلب مفتوح. واهم شيء كمان يلي بتأدي لمضاعفات بتأثر مباشرة على نوعية الحياة هي فشل الكلاوي. بتبلش القصة شوية ارتفاع بالزليل بالبول، بعدين بتصير تتطور الأمور أكثر، بتأدي لفشل الكلوي. مريض هذا الشيء بيعوز إنه نسميه نحن غسيل كلى لتحت لنحل هالمشكلة هيدي. بنشتغل أكثر شيء على تفادي المضاعفات. يعني كل هذا فيه ما يكون موجود، أو حتى إذا كنا بأول طريق فينا نرجع يعني بالضبط لوراء إذا كان نعم. التحكم يعني واضح ضروري يعني نيفر تو ليت. نحن بنسمينا نعم. مرضى إنه بحيالة وقت لاقوا حالهم إنه فيني غيروا مسار السكر، نحن بنستفيد. قد ايه لازم الطبيب يكون متابع، أو مع الوقت بيصير مريض السكري هو قادر يعني يعرف وضعه يوم بيوم؟ طبعا ثقافة المريض وتعليمه وانه هو يتحكم بالسكري جزء كثير كثير مهم، بس بالطبع بده يعتمد على الطبيب، لانه طبيب دوريا بده يعمل تشيك اب، يشوف مثلا نسبه المخزون عنده او نسبه تراكم السكر عنده بالدم كل 3 شهور، بده يفحص له اجريته يتاكد انه ما في تاثير من السكر على شرايين الاجرين او اعصاب الاجرين، بده يتاكد انه عم بشوف دوريا حكيم العيون، وكمان يعمل له ريفيرز يبعته عند حكيم طبيب العيون، يتاكد انه هو متكيف مع رجيم الاكل والسبور والاكسس، دون متابعه دوريه مع الاطباء. بالنسبة للسكري كتير مهمة، نحن بنقول لهم المرضى بتابعونا كل 3 شهور أو كل 6 شهور حسب الحاجة، بس ما يغيبوا كتير عن الكنترول. في أعضاء بتتأثر قبل غيرها بالسكري أو حسب الشخص؟ علميا العيون تتأثر على 5 سنين، الكلاوي على 15 سنة، احنا هيك علميا تقريبا هيك بننصر. والأطراف تقريباً بدأ أكثر من 20-25 سنة، بس اللي ببلش قبل عند مريض السكر هو هالشعور أوقات بأطرافهم بالتنميل خضار، هيدا بتأثر على كاليتي دو في، على نوعية الحياة وعلى قدرته إنه يناموا. بيشتكي المريض أكثر شيء إنه بالليل ما في بقى ينام من وجع الجري. عم نقول إنه النسبة بلبنان مش أكيدين منها، وضروري إنه نكون منعرف. في دراسات بال 1976 و 1995 أجريت وبرهنت إنه تقريبا نحن 13% من الشعب اللبناني عنده سكر. ونعرف كمان إنه في كتير من الأشخاص ما بيعرفوا إنه عندهم مرض سكر إلا ما تبلش المضاعفات أو يعني شيء من السيمتوم الواضح. ببداية مرض السكري ما في أي عوارض ظاهرة؟
العوارض الظاهرة اللي بتلفت نظر المريض هي أكثر شيء العطش الشديد والتبول الشديد، التهابات المتكررة يلي ما بتتجاوب العلاجات الروتينية، خسارة بالوزن، ضعف بالنظر، تنميل بالإجرين. نحن بنعرف إنه 1 على 10 من المرضى يلي عندهم سكري ما بيعرفوا إنه عندهم سكري. دونك دائما في عنا شخص على 10 أشخاص عنده سكري وعنده كل العوارض بس هو شخصيا شو هي الفحوصات المطلوبة والأكيدة يعني لشخص يعرف حاله إذا عنده سكري أو لا، أو إذا كان لازم يتابع فحوصات جدية أكثر أو لا؟ نحن كيف بنشخص السكر؟ نعتمد على فحص السكر، على الريء، لفحص المخبري على الريء. دونك تصنيفه للسكر هو حيالله سكر، مستوى السكر اعلى من 126 اذا نعمل كررناه مرتين، او مخزون السكر فوق ال 6.2%، او الفحص الثاني اللي بنلجأ له هو المرضى اللي بيعرفوا فيه هو فحص السكر، بياخذوا سكر بنرجع نفحص سكر بعد ساعه او ساعتين. يعني فحوصات السكري بالصيدليه، الفحوصات السامبل البسيطه مش كافيه؟ هلا طبعا بتوجه المريض بس منها كافيه، لانه كمان في عنا جزء منهم للمرضى بيفحصوا السكر على الريء بيلاقوه 90 او ضمن المعدل تحت ال 126، بس في عنا جروب بين ال 100 و 125 نحن بنسميهم بري دايابيتس، يعني استعداد تيصير عنا سكر. واحد اوقات كثير اشخاص بيقولوا لنا طب انا السكر عندي 110، 110 صح نورمال بالنسبه للمختبر بس او بالنسبه للماشين اللي عم بيفحص عليها، بس نحن بنفكر انه دائما هيدا بنسميه بري دايابيتس، دونك بنبلش معه خطه لتفادي. ما بيكفي نفحص بالفرماشيه، ما نفحص او على الماشين اذا بس بالفارماسيز بيعملوا حملات دائما او بتصيب مناسبه المريض بيكون عم مثلا بيروح يجيب دواء بيلفت له نظر الفارماسيست بيفحص سكر بيطلع سكر عالي، بس هذا منه كافي، لازم يروح ياكد الفحص بالمختبر ويعمل كمان تراكم السكر. واذا على هالماشين السكر كثير واطي كمان لازم يكون عم يعمل فحص او خلص؟ اذا طلع كثير نورمال، اذا عادي كمان، اذا ما عنده اي عوارض في يرجع بعدين يجي يعمله بالمختبر، لكن بتفضل فحص يعني المختبر اذا المريض شاكك او روتينيا عم بيعمل او عنده فحص بالعيله او الى اخره. بالضبط، يعني اذا هو عنده عوارض، عنده عوامل وراثيه او بيئيه بتخلي يصير في عنده سكري او احتمال. اذا اي شك عنده المريض ضروري انه يعمل هالفحوصات بالمختبر اللي هي عباره عن شو، امتى بتنعمل وباي حاله؟ عباره هي هين كثير شغلتين، يعني اسرع شغله هي نعمل سكر على الريق ونعمل تراكم سكر او مخزون سكر او جلايكوزيليتد هيموجلوبين او اشبه انسي. دونك هودي كثير بيفيدونا نعرف اذا المريض عنده سكري، دونك من تصنيف قد بيطلع السكر على الريق ومن تراكم السكر قد بيطلع كنسبه. بعدنا اقل من دقيقه بحب تزيد شيء. نحن بس بدنا نذكر ان صاحب 14 تشرين الثاني هو اليوم العالمي للسكري. الجمعيه اللبنانيه للغدد الصماء والسكري كمان بكل سنه بننظم نحن مؤتمر، المؤتمر تبعولنا هو بكره ب 10 تشرين باوتيل مورو. قبل الظهر في افتتاح او في محاضرات لكل الاشخاص اللي بحبوا يجوا يشاركونا هيدا النهار، اشخاص من كل الفئات من كل الاعمار اللي بحبوا يجوا يتسمعوا عن السكر، عوارضه، كيف هن اذا هن ما عندهم سكر، اذا اهلهم عندهم سكر، اذا حدا بخصهم عنده سكر كيف يجي يتسمعوا عن الكومبليكيشن، كيف نهتم بالقدم للمرضى يلي عندهم سكري، كيف نشتغل على رجيم الاكل تا نتفادي. سو الدعوه عامه لكل الاشخاص باوتيل مورو بعد الساعه 9:30 تا يشاركونا ونكمل بالتالي حملتنا يلي بلشت صار لها تقريبا اسبوع. دكتور مريم مرعب اهلا وسهلا فيك، شكرا لكل هالمعلومات اللي كثير قيمه اليوم عطيتينا اياها. مشاهدينا هلا وقفه صغيره وبنرجع نتابع.